السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا على موقعكم devtrip.com. اليوم سنرى كيفية إنشاء صفحة جديدة من صفحات الموقع الذي نحن بصدد إنشائه. كنا قد وصلنا إلى إنشاء 3 صفحات، شوفوا الصفحة بتاعتنا. هنا أول صفحة اللي هي الاندكس اللي كنا سايبناها، نشوف تلاحظنا الصفحة هنا. تاني صفحة هي الروتاز، نحيد من الصورة ديال القاع تاعنا و الاستثمار بعدو الصفحة اللي سيبناها. بقات لنا الصفحة اللي هي فيدباك، غادي نلاحظو كيفية إنشاء الصفحة. لو قلنا المواد اللي خصو في إنشاء الصفحة، أولا نرجعو للريموفر، نديرو نيو يعني فايل نيو ولا كونترول ان، نجيو للتمبليت تاعنا نكليكيو تفتح لنا الموقع، يعني نجيو نمسحو هاد الشي ديال الكونتاكت تاعنا هنايا. وهنا كاين الجاني غادي نحولوها تكون عندنا تحتاج هي نورمالمون لواحد الداتا باز، يعني واحد الباز دوني. هاد الشيء تحتاج لواحد لونكاج باش تكون. حنا غادي نصايبوها سامبل، كيفاش تعمرها ودير الكومونتير و ديال هاد الكلام باز. المهم اولا اول شيء غنجيو للانسر فروم ونجيو spray validation text. No, nothing. Text time. You see, هنا أول شيء أقول لك أنغريزتها الباج ديالك، يعني عندي بلا سيف ونتعرف من كاين أو اسم ديالها اللي ديال اللي حنا غادي نديرو. ناخدو اليد، اليد شناهي؟ اليد هي واحد هو باش غادي تعرف اللونكاج لي غادي تخدم بيه، يعني باش تصايب بيه داتا باز، يعني باز دوني. غنسميو باغ اكزومبل نايم ونجيو لليبل نديرو باغ اكزومبل واتس يور نايم. اوكي طلعت لنا هنا ولات عندنا الكاستم كما سيدنا. بعد نجيو نمشيو على هاد المبصرة غنكليكيو، غادي تجي عندنا ريكويد. ريكويد يعني شنو؟ يعني عندنا ريكويد يعني هاد الانسان هاد الشخص اللي داخل، يعني هاد الشخص اللي داخل ضروري ما يعب هاد هاد الشان هاد المكان. غادي يعطيك مينيمو كاركتير، يعني غادي تقدر تحدد لي مينيمو كاركتير. غادي وان اوكي، غادي يكتب لك انا نومبر اوف مينيموم نومبر اوف كاركتير، يعني غادي هاد لي مينيمو، يعني المينيمو تكتب وان كاركتير يعني. ونقدروا ثاني نجيو
نديرو الماكسيموم، نديرو باغ اكزومبل 10، تعطيك المينيموم والماكسيموم ديال لو كاركتير. تاني نقوم بنفس العملية، انسر تمام، ولكن هاد المرة غادي تكون عندنا تكست ولا فايل، غادي تكون عندنا ايميل. تاني نديرو ايميل، نديرو تاني واتش نفس الشكل. غتكون عندنا هنايا ريكويد، ولكن تاني عندنا حاجة أخرى بأن هذا ايميل. غنجيو لهنا التايب، نختارو، غنديرو ايميل، ايميل ادريس تاني فاليد فورما، يعني إذا جا شخص كتب واحد على نسا على روباز ولا شنو، يعني غادي يكون فاليد ديال الايميل. نجيب تاني الانسر، هاد المرة غادي نديرو الكومنتير هنا، يعني جو فورم، ونديرو هاد المرة شبري فاليديشن تكست زيرو، يعني غنجيو لهاد الايتي غنديرو كوموند، نجيو هنايا لابل باغ اكزومبل بليز، نلاحظوا ان هنا نلاحظوا هنا غادي تكون عندنا شين دو كاركتير ونقول ديس، هنايا الماكسيمال نديرو 1500، من بعد نجيو تاني الانسر، هاد المرة غتكون عندنا تشيك بوكس، يعني هاد المرة غتكون عندنا تشيك بوكس، هنا ناخدو غتكون عندنا جوين، ولا يقول تاعها غتكون عندنا جوين، جوين اور دابا غتبقى لينا واحد البوطون ديال جو فورم، نديرو بوطون هنا بلا ما نعاودو نكتبو في يوم الأبل، حيت نفس اللي غادي يكون في الإيتي غادي يكون في الأبل، يعني نكتبو غير في الإيتي شنو هو. نلاحظو هنايا واش عندنا، دابا يبقى لنا اننا نقادو هاد الاسم شي باش يكون عندنا هداك الشي مفعل، هاد مثلا هنا تيرجع لك لانك ما عمرتيش ايمان، يعني دابا غادي يبقى لنا نملؤو نقادو هاد الخانة تاعنا، نجيو للمقال نسيبو
carte blanche. On va prendre deux, trois, voilà. شيء نجيو نهزو هاد اللي عندنا هنايا الخمسينيين نقسم الطابلو كما نتمنى نكون اشتري الناس ونلاحظو ان اصلا انا الطابلو دايرو في البورد ديالو زيرو يعني مغاديش يبان نلاحظو أن الموقع ديالنا هو خاد هنا كنا قايلين فيه شوف هنا صار ديالنا لاندات هنا تصويرنا الصورة دونك نجيو للإظهار أول فورم اللي سجلنا وبذلك قد قمنا إنشاء الموقع وأنهينا في الحلقة المقبلة إن شاء الله سنقوم بإنشاء سيرفر وكيفية تحميل هذا البرنامج هذا الموقع سيرفر لكي يكون عندك موقع عبر الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.